تعيش إيران لحظة جديدة في تاريخها شبيهة بالاستحقاقات التي عاشتها منذ إعلان الإذاعة الإيرانية عام 79 نهاية حكم الشاه وما تم وصفه باستبداد الملوك ونشوء الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الإيرانيون الذين أدلوا بأصواتهم في العملية الانتخابية سعوا لأحداث تغيير في السياسة الداخلية في إيران التي ترزح تحت ثقل أكثر من 3 عقود من معاداة الغرب والعقوبات الاقتصادية القاسية بسبب البرنامج النووي. فكان أن انتخب أكثر من 50% منهم الخيار المعتدل المتمثل بحسن روحاني، في حين توزعت أصوات الآخرين بين 3 محافظين هم رئيس بلدية طهران محمد باقر قليباف وكبير المفاوضين في الملف النووي سعيد جليلي والقائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي. روحاني استفاد من انسحاب عدد من المرشحين لمصلحته ومن دعم التيارات المعتدلة، كما تلقى دعم الرئيسين السابقين أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، فحاز نسبة تأييد من الإيرانيين فاقت 50% منذ فرز الأصوات الأولى، وبفارق فاق المرشحين الآخرين بملايين الأصوات. على أي حال، طوت إيران بنسبة تأييد المعتدلين المرتفعة صفحة بارزة من تاريخها، شهدت مساءلة برلمانية غير مسبوقة للرئيس المحافظ أحمد نجاد، ومهرت انتخاباتها الرئاسية الأخيرة باحتجاجات شعبية قتل فيها العشرات. فهل يحمل انتخاب روحاني بادرة أمل للإيرانيين؟ أم أن الأمور ستبقى على ما هي، وخصوصا أن القرار الأول والأخير هو بيد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية؟ من هو الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي يستفز المحافظين ويطمئن المجتمع الدولي إلى حد ما؟ خالفت نتيجة الانتخابات الرئاسية الإيرانية التوقعات إلى حد ما، فالمعتدل حسن روحاني تغلب على مرشحين محافظين كانوا يعتبرون من المقربين للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي. حسن روحاني رجل الدين المعتدل الذي يبلغ من العمر 64 عاما تولى خلال مسيرته منصب نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني، كما كان كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي بين عام 2003 و2005، وفي تلك الفترة حاز لقب الشيخ الدبلوماسي. بدأت مسيرته النيابية عام 1980 واستمرت حتى عام 2000، فانتقل لعضوية مجلس خبراء القيادة وهو الهيئة المكلفة الإشراف على عمل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. كان روحاني مفاوضا إيرانيا عندما وافق على تعليق تخصيب اليورانيوم وتطبيق البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وذلك بغية السماح بعمليات تفتيش غير معلنة للمنشآت النووية الإيرانية. لكن إيران عادت إلى تخصيب اليورانيوم بعد تركه منصبه بفترة وجيزة. المرشح المعتدل اختار لحملته مفتاحا يرمز إلى فتح باب الحلول لمشاكل البلاد، وهو لم يستبعد إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة علما أنها العدو التاريخي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لكن سيرة روحاني المعتدلة تستفز المحافظين الذين يتهمونه بأنه وقع تحت سحر ربطة العنق وعطر جاك سترو وزير الخارجية البريطاني السابق الذي أجرى معه مفاوضات عام 2003.